don't belong anymore. ضيع حياته في ثواني يشوف الكوكب الثاني بيدور على حلمه بلفلي في الشوارع حتى يلاقي معلومة تفيده حتى يعرف يشتري تذكرة المكوك الفضائي اللي هيطير ياخده على الكوكب الثاني حتى يطلع من السجن اللي محبوس فيه من هجرة لهجرة حط الفكرة في راسه ما حد بيقدر يوقف قدامه جمع معلوماته جمع مصاري باع اللي وراه وقدامه جهز تذكرة المكوك الفضائي صارت بين ايديه موعد السفر يوم التلاتة يوم التلاتة الجاي صحي بالليل وروح لابو وسلم عليه وباس راس امه كل الخوف والحزن مالي مالي عنين لكن اللي قدر بس يحكيه سامحوني على كل شي عملته زعلكم مني مريبة طمن أهلهم حكالهم أنا طالع مش مطور حتى أرجع سحب الشنطة ذكرياتي معبية راسه حاسس إنه رايح بس مش راجع محا ذكرياته حط المكوك الفضائي قدام عيونه مرعوب خايف بس أحلامه محا تفكيره وصل مرسي المكوك الفضائي بس كان في تغيير في خطة المكوك الفضائي مركب بيحمل 40 شخص لكن المركب طلعت حاملة أكثر من 300 تذكرة سفر لكوكب الثاني حتى أشوف العالم الثاني صارت يوم واليوم صار اسبوع هل من مجيب فجأة كله يلبس سترة النجاة وصلنا البلد كله ينزل من المركب فرض عليهم يا تحاول تنجب روحك يا بطخك في مكانك سحب حاله ونط لكن صبح تاني يوم جثث في كل مكان بسبب احلام واوهام معبية راسه هو ممنوع منها عقليا تكنيكيا جمعوا اهالي في المرسى تعالوا استلموا اولادكم في لحظة صمت فتح ابوه الكفن والصدمة ماسكة ماسكة الكلام والصمت ملا ملا المكان الجثث في كل مكان شفته امه حرق قلب امه لانه وعدها يرجع بس رجع لها جثة هامدة على الارض ما بتتحركش